خلونا نشوف مع بعض دلوقتي نتائج وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة الدواء، واللي تم الإعلان فيه عن مجموعة من القرارات وأهم المبادرات المهمة اللي هتخدم المواطن المصري. أدوات منتهى الصلاحية معروفة بالنسبة للصيدلي اللي واقف جوه الصيدلية. هي المبادرة بمنتهى البساطة إن الصيدلي عنده أدوية منتهية الصلاحية. جايبها منين؟ جايبها من موزع. بيرجعها للموزع، يقول له والله يا موزع انا خدت منك العدد العلب دي، لو سمحت رجع. الموزع بياخدها يرجعها للمصنع وبنرجع الفلوس للراجل خلاص، هي بمنتهى البساطه. لكن هيئه الدواء هنا ما لهاش دور في المبادره دي غير ان احنا بنراقب العمليه دي كلها مش اكتر. طلعنا بغرفة صناعة الدواء إن شاء الله، دكتور جمال الليسي رئيس الغرفة أعلن بكرة إن شاء الله في اجتماع برضو موسع هيحط الآلية اللي نسحب بيها الأدوية منتهية الصلاحية. وأنا بقول للجمهور جمهور المصري، استحالة صيدلية محترمة مترخصة استحالة تدي لك دواء منتهي الصلاحية، ده مستحيل. 70 أو 75 ألف صيدلية بتخدم المواطن المصري على أعلى مستوى، 180 مصنع على أعلى مستوى من الخدمة للمريض المصري. يبقى ده 180 مصنع وأدي 80 ألف صيدلية شغال منهم حوالي 65 ألف، إحنا في خدمة المريض المصري. دي المرة الخامسة إحنا بنعمل مسح كامل للسوق المصري بنسميه الوش أوت، وإزاحة جميع الأدوية منتهية الصلاحية والتالفة من السوق المصري من الصيدليات حفاظا على حياة المواطن. دي نقطة. النقطة الثانية، طب ما دي المرة الخامسة، ممكن تبقى في 6 أو 7، لا يبقى عندنا آلية هنحطها في خلال الأيام القليلة القادمة أو خلال أسابيع بسيطة، آلية تمنع أصلا هذه الظاهرة إلا في إطار النسب المسموح بها عالميا. هناك نسب مسموح بها عالميا طبعا تنتهي الصلاحية، ده عادي 1 أو 2%. لذلك احنا دورنا في المرحلة المقبلة، احنا خلاص النهاردة نقطة من أول السطر هنتفق بقرار من الهيئة كل الأدوية تتسحب دون قيد أو شرط. خلاص مين هنقعد نطلع آلية نمنع بقى من بداية المصانع؟ مطلوب تعمل إيه؟ الممارسات الصحيحة، الممارسات الصحيحة لشركات التوزيع، الممارسات الصحيحة للصيدليات بنسميها سلسلة التوزيع أو سلسلة الإمدادات.